ونطمن كده ونروح نشوف اخبار الدنيا ايه. الدنيا النهارده نوعا ما مش برد قوي زي اليومين اللي فاتوا، لكن نطمن على اخبار الطقس ودرجات الحراره. تعالوا سريعا نشوف ايه هي الاحوال الجويه في كافه المحافظات، ودايما البدايه من القاهره والعاصمه. والقاهره النهارده 18/7 الجو غائم، اسكندريه 17/8 الجو غائم، مرسى مطروح 18/8، الغردقه الدنيا هناك الحمد لله لطيفه والجو مشمس 22/11، شرم الشيخ 22/14 الجو مشمس، الاسماعيليه 19/7 غائم، بورسعيد 18/11، السويس 20/7 اغلب الجو غائم. نروح معاك يا اسماء للصعيد كده، قول لنا الدنيا فيها ايه. طيب احنا خليني بشكل سريع بقى ناخد كده يعني محافظات، علشان بس يعني ايه هنبقى في المجمل او نقدر نقول في المتوسط، يعني بنتكلم المنيا وسوهاج والاقصر واسوان الجو فيه مشمس جدا، بنتكلم في درجات حراره بتتراوح ما بين 20-23 دي عظمى، ومن 5-9 صغرى، يعني درجات الحراره كلها معقوله. العريش ونخل وطابه والتور برضو درجات الحرارة معقولة، بس الجو هناك هيبقى غائم من العظمى 18-20، بنتكلم الصغرى من 4-8، والطقس عامة بنتكلم ان هو هيبقى معتدل شمالا حتى شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. طب خلينا نروح لبعد كده بقى يا محمد. نروح بعد كده لكاترين، سانت كاترين 14/2 الصغرى الجو غائم هناك، مرسى علم 21/12، شلاتين 25/14، حلايب 24/17. طيب يبقى برضه بنتكلم وسط الدلتا، لا وسط الدلتا هيبقى في فرق شويه من 19/7 ودمياط 18/10، بلطيم والفيوم نفس الموضوع 19 أو 20 دي عظمى، بنتكلم في الصغرى 9، ده الجو هيبقى غائم، وبنقول ان في السحب منخفضه ومتوسطه على شمال البلاد، وان بتقل دي حاجه مهمه جدا عشان ناخد بالنا ان في شبوره مائيه صباحا. واحنا كده عرفنا الى حد ما ايه حاله الجو.